عسلامة ومرحبا بكم على قناتكم الفيا اكاديمي، قناة اليوتيوب متاعنا اللي توفر لكم دروس في مختلف المواد كما العربية الفرنسية الانجليزية. تلقاو زاد العلوم والرياضيات العلوم الفيزيائية الى غير ذلك. دونك ما تنسيوش باش تعملوا سابوني على قناة اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما جديدنا. ما تنسيوش زاد تعملوا طلع على البلاتفورم اللي تلقاو فيها مجموعة به من الوثائق كما ملخصات الدروس، تمارين بالاصلاح، نماذج فروض بالاصلاح، فيها مجموعة للعموم وفيها مجموعة بيان سور الاكبر هي خاصة بالمشتركين متاعنا. ذيك علاش ماذا بينا تكونوا ان شاء الله من المشتركين متاعنا وتستفيدوا كل ما هو موجود في المنصة. باش نعملوا اليوم نوسيون اي اتود كواليتاتيف، سامحوني، دو رياكسيون شيميك. هذه بالنسبه للبريمير اني سكوندير. اول حاجه نحكيو على نوسيون دون رياكسيون شيميك. ناخذو اكزامبل كوبسيرفتون سي اون انفلام ان ميلانج دو فلور دو سوت سوفر اي دو ليماي دو فير. دونك باش ناخذو اكسبيريونس بسيطه اللي احنا باش ناخذو ان بو دو سوفر اي دو فير. نعملو فيبل ديتوناسيون، الميلانج هذاك نعملو ديتوناسيون. دونك مش نشوفو ان غاز دودور ديزاغريابل اللي هو غاز سلفور ديدروجين، ويتكون زاد عنا لو سلفور دو فير. دونك هنيا تحصلنا على اون رياكسيون شيميك. علاش نسميوها رياكسيون شيميك؟ اون فيت ديفينيسيون تقول رياكسيون شيميك سي اون ترانسفورماسيون او كور دو لاكيل دي كور ديسباريس اي دي نوفو كور اباريس. هذاك علاش سمينا اللي صار في ليكسبيريونس اللي فاتت رياكسيون شيميك. دونك في الرياكسيون اللي فاتت نرجعو لها، اختفى عنا السوفر والفير اللي هما الحاجتين اللي خلطناهم من الاول، وظهر لنا حاجات جدد اللي هما سلفور دو فير اي سلفور ديدروجين. دونك عندي حاجتين جدد، دي كور كي اباريس اي دوتر كور كي ديسباريس. دونك نسميو لي كور كي ديسباريس نسميهم لي رياكتيف، خاطر هما الحاجات اللي خلطناهم الاول، دونك نسميهم لي رياكتيف. بالنسبه للي كور كي ظهروا من جديد دونك نسميهم لي برودوي. تو باش نحكيو على ليتود كاليتاتيف دون رياكسيون شيميك. نحكيو توا على رياكسيون امورسي. باش ناخذو دوز اكسبيريونس، ليكسبيريونس الاولى اني ناخذو البريكي نتاعنا، جوست ننزلو على البوطون هذيك الصغير لك حل، ناخذو اللي فما غاز قاعد يخرج، نشمو ريحة الغاز. دونك اون فافير سورتير دو غاز دو بريكي سون برودوير اون ايتانسيل، من غير ما ندورو هذيك الحجرة نتاع البريكي. دونك لو غاز سو ميلونج افيك لو ديوكسيجين، معناتها يتخلط جوست في الديوكسيجين نتاع الهواء. في الدوزيام اكسبيريونس شنو باش نعملو؟ ابا انو ننزلو على هذيك نتاع الغاز باش نخرجو الغاز، نعملو دورة بالبريكية، معناتها نعملو ضربة بالحجرة نتاع البريكي. دونك اون فا فير فروتي لا موليت كونتر لا بيير ابريكي بور برودوير اون ايتانسيل اي اون ميم طون فير سورتير دو غاز، معناتها نعملوهم لي دو ا لا فوا باش نلاحظو اللي هنا باش تظهر الشعلة نتاع البريكي. دونك اون فا كونستاتي كو لو غاز برول اي برودوي اون فلام. دونك دون سيت اكسبيريونس الغاز دو بريكي اسونسيلمون اللي هو باش يكون اون بروبان رياجي افيك لو ديوكسيجين دو لير اي دون لا فابور دو اي لو ديوكسيد دو كربون. دونك بيان سور مادام عندي احتراق، دونك عندي دو كور كي رياجي ويزم يكون الاكسجين ديوكسيجين حاضر فيهم، دونك لو ديوكسيجين اي لو رياكتيف، باش يظهر لنا دو كور جدد اللي هما الفابور دو اي لو ديوكسيد دو كربون. هنا نحكيو على اون رياكسيون شيميك. مي رياكسيون شيميك نتاعنا هذه فيها خاصيه انها رياكسيون شيميك نسميوها امورسي. علاش امورسي؟ باش نفسرو توا. اول حاجه نحكيو على الشيما نتاع الرياكسيون نتاعنا، عندنا البروبان اي لو ديوكسيجين هذوما لي دو رياكتيف باش يعطوني لو ديوكسيد دو كربون اي لو اللي هما هذوما لي برودوي. سيت رياكسيون نيتي با بوسيبل في ليكسبيريونس الاولانيه ا كوز دو لابسونس دو ليتانسيل، معناتها من غير ايتانسيل ما تنجمش تمشي الرياكسيون نتاعنا، ماهيش باش تبدا. دونك لا رياكسيون اي دو بروبان افيك لو ديوكسيجين نو سو في با دي الميم، معناتها ما تنجمش تكون معناتها رياكسيون هذه تصير وحدها وحدها.
مي تستحق ان ديكلونشمون. لو ديكلونشمون دو سيت رياكسيون نيسيسيت اون ايتنسيل. دونك ليتنسيل هذيك هو عبر على الديكلونشمون. دونك نحكيو ونقولو توا سي اون رياكسيون امورسي. دونك نسميو رياكسيون هذي اون رياكسيون امورسي. Donc, une réaction chimique est dite amorcée quand elle nécessite l'intervention d'une action extérieure. Benesbelina, l'étincelle est dite. Donc, c'est une action extérieure à la réaction interne. Comme remarque, l'amorçage d'une réaction peut se faire de plusieurs façons. Maintenant, la réaction entre l'amorçage mtéhal. Par exemple, l'élévation de température. L'élévation de température, c'est dans l'ihtiraq. Donc, explosion de l'exposition à la lumière. L'exposition à la lumière, c'est dans le déclenchement d'une réaction chimique. Les chocs. Et donc, maman, tu as des exemples. Je vais amorçage des réactions chimiques. Ou une fois la réaction, ça y est déjà déclenchée. Donc, ça y est, elle poursuit d'elle-même. باش نحكيو توا على رياكسيون سبونتاني. رياكسيون سبونتاني عكس لامورسي اللي كنا نحكيو عليها. باش ناخذو توا ليكزومبل. كو سباستيل سي اون بلونج اون لام دو زانك دون اون سوليسيون اكوز دو سولفات دو كويفر. جوست باش نخلي لام دو زانك في وسط سوليسيون نتاع سولفات دو كويفر نخليها. من بعد نلاحظ اللي تكون ديبو روج دو بريك دو كويفر. معناتها هنا صارت رياكسيون شيميك. يعني لو فيت اني خلطت زوز اجسام اللي هما الزنك والكويفر هذه سلفات دو كويفر تحصلت على ان ديبو روج. معناتها ظهرت حاجة جديدة. Les observations peuvent prouver qu'il s'agit d'une réaction chimique. Donc, فسرنا ان علاش رياكسيون شيميك خاطر اختفوا اجسام وظهروا اجسام جديدة entre le sulfate de cuivre et le zinc. Cette réaction se fait sans l'intervention d'une action extérieure. ما تدخل فيها حتى شيء، ما عملناش حتى امورساج للرياكسيون تاعنا، هذيك علاش نسميوها رياكسيون سبونتاني. إن رياكسيون إديت سبونتاني سي إل سو برودوي دي لو ميم دي كون لو رياكتيف سون مي أون بريزونس. جوست نخلي لو دو رياكتيف مع بعضهم، دونك إل ساجي دون رياكسيون سبونتاني. نحكيو توا على نوع اخر اللي هي رياكسيون اكزوتيرميك ورياكسيون اندوتيرميك. دونك هذوما دو كاركتير جدد نتاع لي رياكسيون. نبداو بالرياكسيون اكزوتيرميك. دونك بور لا رياكسيون اكزوتيرميك باش ناخذو ليكزامبل نتاع رياكسيون هذه الموجوده في الفيغور. دونك ناخذو سوليسيون اسيد كلوريديك اي لو زانك. هذوما زوز مع بعضهم كيفاش نخلطوهم باش يطلع فما ديجاجمون دو غاز اللي هو دي هيدروجين. دونك كونت اون فيرس لا سوليسيون داسيد كلوريدريك سور لو زانك يل سو ديجاج ان غاز كي ديتون. معناتها نسمو هذيك ترشيقة هكا صغيرة اون بريزونس دون فلام. هذيك الغاز اللي يعمل الحس هذيك هو لو دي هيدروجين. لا سوليسيون داسيد كلوريدريك رياجي افيك لو زانك بور دوني لو دي d'hydrogène et une solution de chlorure de zinc, bien sûr, meluta. Donc, il s'agit d'une réaction chimique, bien sûr. Ou réaction chimique, est dire, ma ha ha se yaj dida, li inno kifin misu tube mtiana, bish nliahdu li huwa sukhn. Donc, cette réaction dégage donc la chaleur. Donc, avec alish nsemmiouha exothermique. Donc, réaction exothermique, donc c'est une réaction qui dégage de la chaleur. نحكيو توا على رياكسيون اندوتيرميك باش ناخذو ليكزامبل نتاعنا. سوليسيون داسيد كلوريديك معها سوليسيون ثانية ديدروجينو كربونات دو صوديوم. خلطوهم مع بعضهم باش نلاحظو اللي فما ديجاجمون دان غاز كي تروبل لوتشو اللي هو سي او دو. نلاحظو زادا اللي التمبيراتور تيتا ان اكبر من التمبيراتور تيتا دو. باش نقراو دونك دون ان توب ا سي فيرسون اون سوليسيون داسيد كلوريديك اون طون لا تمبيراتور تيتا ان. Par exemple, je vais prendre la température 37 degrés.
Introduisons dans le tube à essai une petite quantité d'hydrogénocarbonate de sodium. Donc, il se dégage un gaz qui trouble l'eau de chaud ou température finale inférieure à la température initiale, qui était 1. Bien sûr, nous avons parlé de la réaction chimique. ظهر اللي فما أجسام اختفيت وأجسام جديدة ظهرت. دونك رياكسيون شيميك هذه إت أكومباني بار أون ديمينيسيون دو تمبيراتور. دونك إل ساجي دون رياكسيون أوندو تيرميك. دونك باش نحكيو على رياكسيون رابيد و رياكسيون لونت. أون رياكسيون دو كلورور ديدروجين دون لامونياك est-elle le rapide ou la lente? Je vais prendre l'exemple. Je vais prendre une solution concentrée d'ammoniac ma solution concentrée d'acide chlorhydrique. Je vais prendre une fumée blanche. Donc, nous constatons l'apparition de fumée blanche constituée de petites graines solides de chlorure d'ammonium. Ce dernier résulte de la réaction entre le chlorure d'hydrogène et l'ammoniac. Et la réaction, dès que les deux réactifs, باش تعطينا البرودوي نتاعنا. دونك يلساجي دون رياكسيون رابيد. ناخذو ليكزومبل الثاني لا فورماسيون دو لا روي سور لي كلو دو فير. عندي دي كلو دو فير نخليهم في دون ان اندروا هوميد. دونك باش نلاحظ بعد فترة اللي هما باش تكون زديد فوق منهم. مي الفورماسيون تاع زديد هذايا روي هذايا متظهرش ديريكتومون كي نخليهم في الهواء. Méthode à une longue après une longue durée. Donc, avec la réaction, c'est une réaction lente. Inch'Allah, tu connais, c'est fait, tu m'as vu la vidéo. Et d'ailleurs, je vous remercie pour la vidéo. Et d'ailleurs, comme à LVA Academy.